مرحبا بكم أصدقائي في فيديو عاجل للحصول على فرصة عقد عمل مع شركة في إنتاج بلح البحر، وأكتب لي تعليقات ماذا تسميه أنت في دولتك. هذه بعض الصور الخاصة به، اكتب لي ماذا تسميه أنت في دولتك في التعليقات. وهذه هي المعلومات الخاصة به، وهو كائن بحري رخوي يعيش في المناطق الساحلية. سوف تعمل في هذه الشركة معنا مجانا بدون خبرة، لا يطلبون خبرة أو أي شواهد مدرسية. نتجه مباشرة إلى شرح التفاصيل وطريقة التقديم، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك دائما كل جديد. إذن ضمن الموقع لي كارير سيت بحثنا عن المزارع ووجدنا عامل مزرعة بلح البحر، مزارع أتلانتيك أكوا، تفاصيل في كندا، والملخص اللغات يجب أن تكون لديك إنجليزية تتكلمها أو تفهم ما يقول لك صاحب العمل. لا توجد شهادة أو دبلوم أو أي درجة تعليمية. الخبرة سوف تتدرب، يعني سيدربونك، لن تحتاج إلى أي خبرة. في الهواء الطلق وفي الماء الرطب، إعدادات العمل، مزرعة مائية تجارية، مواقع بلح البحر، مسؤوليات تنظيف وصيانة حدائر الاستزراع المائي، تنظيف وفزر المحار، يعني اسمه كذلك المحار وتعبئته، مساعدة فنية للاستزراع، يعني أشياء بسيطة للرجال والنساء يمكنهم القيام بها. الخبرة والتخصص، نوع الصيد، مجال التخصص، معلومات إضافية، الوزن 50 رطل، يعني ليس كبير، لاعتماد المبادرة، لاعب فريق، يعني تعمل كفريق، فوائد صحية تحصل عليها وفوائد أخرى. نضغط على هنا التدريب مدفوع من قبل صاحب العمل. وقت الذي تكون فيه أنت تتدرب فأنت يعني يحاسبونك على الساعة التي تعمل فيها. نضغط على قدم الآن، يعطيك أرسل طلبك عبر هذا البريد الإلكتروني سيرادتية، تحميلها أيضا يمكنك تحميلها، تضغط على هذه باللون الأحمر، عبر مرشح باللون الأحمر تنزل ثم تضغط على مستخدم جديد، سجل هنا، بعد ذلك الاسم الأول، بريد، كلمة المرور، ثم يسجل. سجل قبل أن ترسل. إذا نحن في طور البحث عن المراكز بالنسبة لمدارس تعلم اللغة الإنجليزية، فعندما نكمل هذه الإجراءات سنتواصل مع كل من أرسل لنا. شكرا كبيرا، أرسل شكرا كبيرا لنقدم لك في مدارس تعلم اللغة الإنجليزية. ليس من أرسل من قبل، فمن أرسل من قبل قد توصل بالسير الذاتية ويتوصل حاليا بالتقديم إلى المزارع، منها مزرعة الدواجن ومزارع التوت، وهنالك المزارع كثيرة كثيرة جدا. سوف نساعدكم في التقديم عليها لكل من أرسل لنا شكرا قديما. بالنسبة للمدارس فيجب أن ترسل مرة أخرى بالنسبة لمن أرسل من قبل، لكي نكون على اتفاق. بالنسبة لمن يريد أن يكتب سيرة ذاتية في أي مجال ويريد أن نقدم له في أي مجال، ونحن نختص في المزارع والفلاحة لأنها أسهل، وتذكرة الطائرة على صاحب العمل والمسكن والسكن أيضا، وسهولة ومرونة البرنامج الزراعي الأجري فود بايلوت أيضا، فهو سهل ومرن للتقديم. أتمنى لكم حظا موفقا. أي سؤال يمكنك تركه في التعليقات.